بهذه الكلمات المعبرة وصف الحاج محمد مشاعره فور وصوله إلى مستشفى جبل الرحمة في مكة المكرمة لاستكمال الخدمات العلاجية بعد إجرائه عملية جراحية في الحوض الأيسر. خدمات الصحية على أحسن حال، على أحسن حال، وتنشكرهم، نشكر المملكة العزيزة السعودية المسلمة المؤمنة، نشكرها بزاف لأنك نعرفوا عليها، هي العمود الفقري للعالم العربي والعالم الإسلامي من قديم الزمان. بمسافة 400 كيلو مترا من نقطة الانطلاق في المدينة المنورة، نرصد وصول 27 قافلة إسعافية إلى مستشفى جبل الرحمة بمشعر عرفات، تحمل على متنها 16 حاجا منوما تم تفويجهم من 4 مستشفيات رئيسة. اخترنا مستشفى جبل الرحمة في عرفات كونها هي جميع مستشفيات عرفات جاهزة لاستقبال الحجاج، لكن كون المستشفى الأقرب لجبل الرحمة فيشعر الحاج بالروحانية أكثر لما يطالع من الشباك ويلاقي جنبه جبل الرحمة، يعطيه شعور أنه هو فعلا موجود في عرفات. طبعا استقبلناهم لله الحمد، وصلوا جميع الحجاج ال 16 اللي تم نقلهم من المدينة سالمين غانمين. أحا والله رقبت الطيارة وجيت ومتعبت من الطيارة، جي كان 12 يوم في المستشفى. 5 من الحجاج المفوجين تم استقبالهم في قسم العناية المركزة، وأحد عشر حاجا في قسم التنويم وفق جاهزية تامة ومعدة مسبقا ضمن مساعي المملكة الهادفة إلى صحة الإنسان أولا وضمان حج آمن. للإخبارية فدوى مطبقاني، المدينة المنورة.